أنس رضي الله عنه في هذا الحديث قال لأبي طلحة وهو زوج أمه وهو زوج أمه أم سليم، قال له: يا أبته. أبو طلحة ليس والدا لأنس، وإنما هو زوج أمه، يعني أنس رضي الله عنه ربيب عند أبي طلحة، ومع ذلك قال له: يا أبته. فدل هذا على أنه يجوز أن يقول الرجل لزوج أمه: يا أبي، أو يا عمي، أو تقول تقول الزوجة لأم الزوج: يا أمي، ولوالده: يا أبي. كل هذا واسع، بعض العلماء يمنع من هذا، ولكن الصواب أنه يجوز، لأن هذا ليس على سبيل الحقيقة، وإنما يقال على سبيل الاحترام والتقدير، كما قال أنس لأبي طلحة: يا أبتاه. وهذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان منكرا لأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن قال قائل: الرسول ليس عنده، قال: إنه يوحى إليه، ولو كان منكرا لأوحى الله إليه أن هذا منكر. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: يا بني. فقد قال لعمر بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وكان ربيبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أدنو يا بني، قال له: أدنو يا بني، فسماه وناداه يا بني. وأيضا قال أنس رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. وهذا من باب الرحمة والشفقة والتودد والتلطف، وليس على سبيل الحقيقة. فدل هذا على أنه يجوز أن يقال مثل هذه العبارات، سواء أن تقوله الزوجة لأم زوجها أو لوالد زوجها، أو يقول الزوج لأم زوجته أو لوالد زوجته، أو يقوله الإنسان لكبير السن، أو يقوله لمن هو أصغر منه: يا بني. كل هذا يجوز، لأنه على سبيل الاحترام أو التودد أو الرحمة والشفقة، وليس على سبيل الحقيقة.